عمر محسوبة. أعزائي الحضور، مساء الخير، أهلا ومرحبا بكم جميعا. يسر نادي السباق والفروسية الليلة بالتعاون مع المؤسسة العامة للحي الثقافي بكتارة تنظيم المزاد العلني الأول لبيع خيل الجمال العربية الأصيلة بحضور هذا الجمع الكبير من محبي رياضة الفروسية وأيضاً الفروسية القطرية والخليجية من ملاك ومربي وكل العشاق والمهتمين بتربية الخيل العربية الأصيلة ذات السلالات العريقة. ويأتي المزاد تزامناً مع بطولة كتارة الدولية للخيل العربية الأصيلة التي تقام تحت رعاية حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to the first Qatara International Arabian Festival, the first of its kind here in Doha, a partnership between Qatara and the Racing and Equestrian Club. We start off the festival with an auction of superior Arabian horses. بس قبل ما نبدأ المزاد يا أخوان، شغلات بسيطة ودنا ننوه عليها، اللي هو الرفع على السعر يكون بالرقم. الرقم لازم ترفعه عشان ناخذ البد او ناخذ السعر. والموضوع الثاني اللي نرجم منكم الموضوع فيه الإجراءات الكمامات وغيره والتباعد الاجتماعي، هذا لسلامتنا وسلامتكم. ونقول بسم الله الرحمن الرحيم and first horse in. شهبة أم العظام، الأب غزال الشقب، الأم فارونة. شهبة أم العظام نالت المركز الثالث في بطولة قطر المحلية 2019، المركز الخامس في بطولة قطر الدولية 2020. شهبة أم العظام is a two-year-old filly sired by world champion stallion غزال الشقب out of an Al Milan daughter فارونة. Shahaba Al-Madam was placed fifth in the Ealing Filly class of the 2020 Qatar International Arabian Horse Show. نقول بسم الله الرحمن الرحيم وأول الجياد في هذا المزاد شهبة أم العظام. Anyone says 100,000, 100,000, 100,000 ريال، حد بيقول 100,000 ريال لشهبة أم العظام. 100,000 ريال، 80,000, 60,000، حد بيقول 60,000, 60,000. 60,000 نقول 40 40,000 anyone says 40,000 for شهبة أم العظام بنت غزال الشقب والأم فارونة. الأم توها فايزة في محلية ومشاركة في كتارة وهذه المهرة بتشارك في كتارة إن شاء الله وأيضا جدتها حاصلة على انتصارات كثيرة يعني نقدر نقول من سلالة أبطال. 30,000 anyone says 30,000 anyone says 30,000 30,000 there thank you anyone says 40,000 حد بيقول 40,000 40,000 40,000 thank you 50,000 anyone says 50,000 I've got so far 50,000 50,000 ريال شكرا anyone says 60,000 عندي حتى الآن 50,000 ريال عند رقم 8 anyone says 60 I've got 50,000 right there حد يقول 55 55 anyone says 55 I've got 50,000 by number 8 there so far حد بيقول 52,000 52,000 ريال 52,000 ريال 55 I've got 52,000 there عندي 52,000 هناك حد بيقول 55 شكرا 55,000 ريال 60,000 عندي 55 هنا نقول 60 57 57 I've got 55,000 عندي 55,000 ريال لشهبة أم العظام حد بيقول 60 أو نقول 57 57,000 عندي حتى الآن 55,000 فور شهبة أم العظام لأول الجياد في مزاد كتارة في نسخته الأولى 55,000 ريال هناك حد يقول 57 نبيع 55,000 once 55,000 twice 55,000 not sold لم تباع يمتلك الخيل العربي الأصيل تاريخاً طويلاً يعود إلى آلاف السنين
وقد جعلها جمالها المذهل خيولا رائعة على مر العصور. جسمها المقعر، الرقبة المقوسة، والبناء الجسدي القوي، الذيل الطويل المرتفع. تمتاز بالأذن الصغيرة والعيون الكبيرة التي ينبعث منها بريق يدل على الذكاء والانتباه الشديد. فأثر الأموال يا سادة، ما هي أثر الأموال؟ فرس يتبعها فرس، في بطنها فرس. غازي الناصر. غازي الناصر، غزوان الناصر الأب، الأم سارة الناصر. غازي الناصر بطل الميدالية الذهبية ببطولة قطر المحلية 2018، بطل الميدالية البرونزية بطولة قطر الدولية 2018، وأيضا بطل الميدالية الذهبية في الشقب 2019، وبطل الميدالية الذهبية مهرجان الشقب 2019. فغازي الناصر يا ناصر، فهو من سلالة أبطال، فهو ابن وحفيد أبطال العالم. غازي الناصر، a 6-year-old stallion, son of Shagran al-Nasser, a daughter of Sarara al-Nasser by Ghazwan al-Nasser. His achievements include bronze champion at the 2018 Qatar International Show, bronze champion in the 2019 Qatar Arabian Horse Show for individuals, and gold champion stallion at the Al-Shakab Arabian Show Festival. نقول بسم الله. أتوقع الجواد يتكلم عن نفسه، ما شاء الله تبارك الرحمن. ذهبية الأمهر بطولة قطر 2018، برونزية الأمهر في الدولية 2018، ذهبية الأفحل في مهرجان الشقب لجمال الخيل 2019. حد يقول 100,000؟ 100,000؟ 100,000؟ Anyone gives me 100,000؟ 100,000 for غازي الناصر. غازي الناصر 100,000؟ 80,000؟ 80,000؟ 100,000 ريال. 100,000 there. 120؟ 120؟ 120؟ 110, anyone says 110,000. I've got 100,000 here so far. 110, 110, 110,000, 110,000 riyal. 120, 120, anyone says 120,000. Thank you. 130, 130,000. حد بيقول 130,000. عندي 120, I've got 120,000 there. 130, 130, 130,000 riyal. 130,000, 140, 140, 150, anyone says 150, 150,000. 160, 160, 160, عندي 150,000 ريال. I've got 150,000 there so far. حد بيقول 160, 160 لغازي الناصر. حد بيقول 160, 160, 160,000, 170, 170, 160,000 هنا. حد بيقول 170, 170, 170,000, 170,000 ريال. 180, 180, 180. I have 170,000 so far for غازي الناصر. حد بيقول 175, 175. I've got 170,000 for غازي الناصر حتى الآن. عندي 170,000 ريال لغازي الناصر ابن غزوان الناصر والأم سارة الناصر.
170 ألف ريال، 175 نقول 175، عندي 170 ألف ريال حتى الآن لغازي الناصر. نبيع نقول مبروك 170,000 once، 170 ألف ريال، 170 ألف ريال، 180، 180، 180، 180 ألف ريال. حد بيقول 180، 180، I've got 175، عندي 175، 180 ألف ريال. حد بيقول 180، 175 ألف ريال هناك. حد بيقول 180، 180، 180 ألف ريال، 180,000، 190، 190، 180 there. حد بيقول 190، 190، عندي 180 ألف ريال حتى الآن لغازي الناصر. نبيع خلاص 180 ألف ريال، 180,000 for غازي الناصر ابن غزوان الناصر. نبيع نقول مبروك 180,000 once، 180,000، 190 ألف ريال. شكرا. 190 ألف ريال. Anyone says 200؟ Anyone says 200؟ عندي 190 ألف ريال. تقول 200 تبيعه، تقول 200 تشتريه وتشارك بطولة كتارة وتنافس على أحد الجوائز الكبيرة في هذه البطولة. 195، 195، عندي 190 هناك. 195، 195 ألف ريال. 200، 200، عندي 195 ألف ريال. حد بيقول 200، 200 ألف، 200 ألف، عندي 200 ألف ريال. 200,000، thank you. حد بيقول 210، 210، 210، عندي 200 ألف ريال هنا عند رقم 8. حد بيقول 210، 210، عندي 200 ألف ريال. I've got 200,000 here. نقول 25، 205، 205، I've got 200,000 here so far for غازي الناصر بن غزوان الناصر. نتائج كثيرة، تشارك في كتارة، تنافس بطولة كتارة للأفحل. نقول خلاص مبروك، I've got 200,000 there by number 8. نقول مبروك 200,000 for غزوان الناصر so far. 200 ألف ريال واحد، 200 ألف ريال اثنين، 200,000 for غزوان الناصر، مبروك. Sold for number 8. مبروك، يعطيك خير وفيك شر إن شاء الله. The Arabian horse played an important role in the founding of Qatar. In 1893, Bedouin tribesmen and a courageous Arabian steed led by Sheikh Jassim bin Mohammed Al Thani defeated the Ottomans in a battle that eventually led to Qatar's independence. Next horse, Jalal Jasmiya. جال الجسمية WH جسد الأم أنايس. جال الجسمية بطل الميدالية الفضية في بطولة العالم لجمال الخيل العربية الأصيلة في باريس 2016، حاصل على المركز الأول في بطولة العالم لجمال الخيل العربية الأصيلة في باريس 2017، ولديه المركز الثاني في بطولة العالم لجمال الخيل العربية الأصيلة أيضاً باريس 2016. جواد مميز بصراحة. جال الجسمية شان. Jalal Al-Jasmiya is a six-year-old stallion by the one and only WH Justice, out of an Ansata Naileko daughter, Anais. His show achievements include silver champion yearling colts at the Paris World Champions in 2016, junior colt winner at the Paris World Champions in 2017.
ثاني في باريس 2016. جواد يتكلم عن نفسه، النتائج موجودة في الكتيب عندكم في الكتالوج، والجواد ما شاء الله تبارك الرحمن يتكلم عن نفسه، سواء من الأب، من الأم، من الحركة، من إلى. نقول بسم الله الرحمن الرحيم مع جال الجاسمية. حد بيقول 500,000 500,000 anyone said 500,000 400,000 400,000 400,000 400,000 300,000 300,000 200,000 200,000 200,000 اللي جال الجاسمية 200,000 200,000 200,000 ريال 200,000 250 250 anyone says 250,000 I've got 200,000 for جال الجاسمية 250 250 220 220 220,000 240 حد بيقول 240 240,000 عندي 220,000 ريال حتى الآن لجال الجاسمية نو هان سيز 240 240 240 right there thank you 240,000 260 260 260,000 لجال الجاسمية 280 280,000 ريال 280,000 ريال حد بيقول 280,000 ريال 280,000 280 280,000 for جال الجاسمية 300 give me 300 300 anyone said 300,000 300,000 300,000 ريال لجال الجاسمية 320 320,000 ريال لجال الجاسمية ابن دبليو اتش جاستس 340 340 340 340 340 340,000 عندي 340,000 ريال لجال الجاسمية anyone says 360 360 for جال الجاسمية 360,000 ريال thank you 360,000 حد بيقول 370,000 right there 380 عندي حتى الآن 370,000 ريال I've got 370,000 for جال الجاسمية ابن دبليو اتش جاستس بيع 370,000 once 370,000 twice 370,000 not sold لم يباع رسالة مهرجان كتارة الدولي للخيل العربية ترتكز على دعم التراث القطري العريق في مجال الفروسية لنشره عالمياً حيث يهدف المهرجان إلى تعزيز مكانة الخيل العربية الأصيلة والفريدة على مختلف الأصعدة المحلية والدولية Next horse عمار الناصر عمار الناصر الأب أليهاندرو الأم ريمال الناصر عمار الناصر البطل الذهبي في بطولة قطر الدولية 2015 الذهب البطل الذهبي في بطولة العالم شانتلي 2015 البطل الذهبي أيضاً في بطولة قطر المحلية 2017 البطل البرونزي في بطولة قطر للأهالي 2018 والبطل البرونزي في بطولة سوق واقف 2019 ذهبي يا ناصر هذا عمار الناصر ذهبي عمار الناصر a 70-year-old stallion by AKS Alejandro who as a junior and senior stallion has been crowned gold champion at the World Championship Show in Paris. Out of an Ashal Al-Rayan daughter, Rimal Al-Nasser. Amar Al-Nasser's achievements include gold champion at Shanty in 2015 in the Yearling Colts Championship, bronze champion at the 21st Qatar National Arabian Show in the Stallion Championships. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Now when the bass line jump, 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 jump.
نقول بسم الله مع عمار الناصر ابن أليهاندرو AKS أليهاندرو. Anyone gives me 100,000, 80,000, 80,000, 60,000. Let's say 60,000, 40,000, 40,000, 40,000, 40,000, 40,000, 40,000, 40,000, 50,000, 50,000. Anyone gives me 50,000. عندي 40,000 ريال هناك حتى الآن. 45,000. Anyone gives me 45,000 لعمار الناصر. Thank you. 50,000, 50,000, 50,000 right here. 60,000 ريال. Thank you. 65. I've got 60,000 for عمار الناصر. عندي 60,000 ريال حتى الآن لعمار الناصر. هذا الفحل اللي تكلم عن نفسه. ابن أليهاندرو والأم رمال الناصر. طبعا عنده نتائج كثيرة موجودة في الكتالوج على المستوى المحلي والمستوى الدولي. عندي 60,000 ريال. Anyone gives me 65,000. عندي 65,000 ريال. 70,000. عندي 65,000 ريال. Anyone gives me 70,000 right there. 70,000 ريال. نقول 80, 75, 75,000 right there. 75,000. نقول 80. Anyone gives me 80,000. I've got 75,000 so far لعمار الناصر. عندي 75,000 ريال لعمار الناصر ابن أليهاندرو والأم رمال الناصر. 75,000 ريال. 80,000 ريال. Thank you. 80,000 right now. 85. Anyone says 85,000. عندي 75,000 ريال حتى الآن لعمار الناصر. نبيع. نقول مبروك. I've got 75,000 فور عمار الناصر. 75,000 ريال لهذا الفحل المميز. نقول مبروك. نبيع. 75,000 once. 75,000 ريال twice. 75,000 for the last time. Not sold. لم يباع. Centuries before, natural gas and petroleum gave prominence to Qatar as one of the world's fastest growing economies. The country was known for its prized Arabian horses. When the Anthani ancestors, the ruling family of the state of Qatar, migrated out of the inhospitable Arabian deserts 3 centuries ago to settle in Qatar, the Arabian horse was a vital part of daily life. So the next horse, طفلة. طفلة. الأب غزال الشقب. الأم أثينا بايوسا. طفلة حاصلة على المركز الرابع في بطولة الشقب عام 2020. المركز الثالث في بطولة قطر لجمال الخيل العربية الأصيلة. والمركز الثاني في بطولة قطر لجمال الخيل العربية الأصيلة للملاك الأهالي. لابد أن نذكر أن طفلة تنحدر من سلالة عريقة، فهي ابنة غزال الشقب، توج 2001 في بطولة العالم باريس للخيل العربية الأصيلة. طفلة is a 4-year-old mare by world champion stallion Ghazal al-Shekab out of ETNA by Wesnia. Tifla has only been shown a handful of time when on each occasion she's been placed in the top 5 placings here in Qatar. 5, 4, 3, 2, 1, 0. We'll be right back.
نقول بسم الله وطفلة. حد بيقول لبنت غزال الشقب 100,000 100,000 ريال. حد بيقول 8,000 ريال. 60,000 لسي 60,000. 60,000 ريال. 60 50,000 لسي 50,000 فور طفلة. 50,000 right there. 50,000 ريال هناك. حد بيقول 55 55 أنا قصدي 55,000 thank you. 60 أنا قصدي 60,000 right here. 60,000 ريال. 70 70,000 ريال عندي حتى الآن. 60,000 ريال لطفلة. Anyone says 70 or 65,000 I've got 60,000 here so far. 65,000 right there. 70,000 70,000 ريال لبنت غزال الشقب. 70,000 ريال 70,000 ريال 70,000 ريال 70,000. Anyone gives me 80,000 I've got 70,000 so far for طفلة. 80,000 there. 80,000 ريال عندي. 80,000 ريال لطفلة. 85 anyone gives me 85,000 I've got 80,000 here so far. 85,000 right there for طفلة. Thank you. 85,000 ريال عندي حتى الآن لطفلة بنت غزال الشقب. نتائجها موجودة مثل ما تشوفون طبعا على الكتالوج من إنتاج والملك أيضا لعبد الله بن سعد المهندي. رابع في 2019 الشقب. ثاني في 7 بطولة محلية وأيضا ثالث في بطولة قطر المحلية. نتائجها كثيرة عندي حتى الآن. 85,000 ريال I've got 85,000 so far for طفلة. عندي 85,000 ريال لطفلة. Anyone says 90. حد يعطيني 90,000 ريال. I've got 85,000. 85,000 ريال واحد. 85,000 twice. 85,000. Not sold. لم تباع. طبعا بعض الخيل اللي عندنا واغلب الخيل الموجودة هنا للمشاهدين بس التوضيح وايضا للحضور الكرام اللي يكون عليها ريزيرف او سعر معين من قبل المالك وذلك طبعا كل واحد له حق انه يختار السعر لجواده. المهره اللي فارقه بالزين من بدل مهار جموح طبعه ما يروضها سوى خيالها منها عيون الخيل لا مرت من الهيبه تغار ثقيله الممشى وتجمح لو تشوف اضلالها من الحلا فيها كبر ومن الدلع فيها شجار ومن الهدو فيها سحا ونروحت في فالها تلفح شعرها والهوى لا مرها ثم استدار مثل الفتون اللي رقصت قدام أبيها وخالها. ونبي حماس منكم ملاك الخيل ومربي وأيضا عشاق رياضة الفروسية رياضة الآباء والأجداد هذه الجياد وهذه الخيول الجميلة نبي حماسكم ونبي أيضا أن تشاركوا في هذا المزاد. ناصر Next horse وافي الجزيل. وفي الجزيل الأب برزان الشحانية الأم جي اي اي أنجليكا. وفي الجزيل بطل المركز الثاني عام 2019 في بطولة قطر جمال الخيل العربية حاصل على المركز الثالث عام 2020 في بطولة قطر الدولية تايتل شو. Wafi Al Jazeel is a three-year-old colt by Barzan Al Shahania, who is a national winner both in USA and Europe out of a Magnum Psyche daughter, GAA Angelica. The colt has only been shown 3 times, where he was second place Ealing Colt at the Qatar National Show in 2019, third as a two-year-old colt at the 2020 Qatar International Show. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
وافي الجزيل من إنتاج وأيضا ملك يوسف مبارك الكواري. هذا الفحل أو الفلو الأشقر مثل ما نشوفه أمامنا ابن برزان الشحانية. حد بيقول 50,000؟ أنوان جيفزين 50,000 50,000 ريال لوافي الجزيل. 60,000 حد يعطيني 55 عندي 50,000 ريال هناك عند رقم 13 52,000 عندي 50,000 ريال هناك. حد بيقول 52 52,000 سوشيال ميديا 52 عندكم؟ I've got 50,000 here so far. عندي 50,000 ريال ليوافي الجزيل بينباع الحصان. عندي 50,000 ريال حتى الآن فوق هناك عند رقم 13 52 ليوافي الجزيل. حد يقول 52,000 ريال لابن برزان الشحانية والأم أنجليكا GAA. جواد حاصل على ثاني في محلية 2019، ثالث في التايتل في الدولية 2020. حتى الآن عندي 50,000 ريال. I've got 50,000 there so far. عندي 50,000 ريال ليوافي الجزيل. نبيع، نقول مبروك، نقول مبروك. عندي 50,000 ريال ليوافي الجزيل. This beautiful chestnut. حد يقول 52 ولا نقول مبروك؟ 50,000 once. 50,000 ريال اثنين. 50,000 for وافي الجزيل. Sold. مبروك. مبروك، يعطيك خير وفيك شر. عند رقم 13 فوق. مبروك. Ghazal Alshegev is a world champion as well as sire and grandsire of world champions, including Marwan Alshegev and Kahil Alshegev. A stallion of great type, balance and quality, Ghazal Alshegev's pedigree reflects many of the most celebrated Arabian sires and dams in modern history. Next horse, Jawad Al-Shahaniya. جواد الشحانية، الأب برزان الشحانية، الأم مس إليانا. جواد الشحانية المركز الثاني في بطولة قطر المحلية 2019، المركز الأول في بطولة الشقب 2019، وبطل الميدالية الفضية في بطولة الشقب 2019. Jawad Alshania is a five-year-old stallion with outstanding pedigree. The Padron Sire comes with sire and dam. He's sired by Barzan Alshania out of Miss Aliana, who is a WH Justice daughter. His achievements include first in the 7th Qatar Arabian Horse Show for individuals in the three-year-old class in 2019. Silver champion in the 2019 Alshegab Arabian Horse Festival for the Colts, and first in the 2019 Alshegab Festival. 5, 4, 3, 2, 1, 0. ما شاء الله تبارك الرحمن. الجواد تكلم عن نفسه، احد اكثر الجياد اللي دائما ما ياخذ نقاط عاليه في الحركه. جواد الشحانيه بن برزان الشحانيه والام مس اليانا بنت دبليو اتش جاستس. اتوقع نتائجها كثيره وواضحه ومعروف لاغلب اهل الشو. نقول بسم الله مع جواد الشحانيه. Anyone says 100,000؟ حد بيعطيني 100,000 لجواد الشحانيه؟ 100,000 100,000. Anyone says 100,000 for جواد الشحانيه؟ 80,000 60,000. نقول 60,000
60,000 ريال 60,000 right there. حد بيقول 70؟ Anyone says 70,000. حد بيعطيني 70,000 ريال 70,000 ريال 70,000 ريال. I've got 70,000 for جواد الشحانية. 80,000 حد بيقول 80,000 ريال 80,000 ريال 80,000 ريال 80,000. 90. Anyone says 90,000 for this beautiful 4 years old. 4 سنوات لهذا الجواد أو 5 سنوات لهذا الجواد. أعتقد جواد تكلم عن نفسه. ابن برزان الشحانية. جواد الشحانية عندي حتى الآن 80,000 ريال. Anyone says 90. حد بيعطيني 90,000 ريال. 85. نقول 85. 85,000 ريال. 85,000 ريال. 85,000 ريال. Thank you. 85,000 ريال. 90. 90,000. 90,000. I've got 90,000 there. 90,000 ريال. 95. 95. 95,000. 100. نقول 100,000. نقول 100,000. نقول 100,000. عندي 100,000 ريال. 100,000 there. Thank you. حد يقول 110. 110. 110,000. I've got 100,000 right there. أو 105. 105. حد بيقول 105,000. I've got 100,000. عندي 100,000 ريال هناك. حد بيقول 105. 105,000. 105,000. بينباع الحصان. بينباع جواد الشحانية. عندي 100,000 ريال حتى الآن. 100,000 so far. نبيع. نقول مبروك. 100,000 once. 100,000 twice. 100,000 for جواد الشحانية. Sold. مبروك. رقمك 14. ترتكز رؤية المزاد في أن تصبح دولة قطر مركزاً عالمياً لمزادات الخيل العربية الأعرق أصالة وأعلى جودة، وتعزيز ثقافة الاهتمام بالمزادات للمشاركة في بطولات جمال الخيل العربية الأصيلة التي تنظم محلياً ودولياً. Next horse. غرشوبة الهزاع. غرشوبة الهزاع. الأب فادي الشقب، الأم زندانيا دي اتش اي. غرشوبة الهزاع المركز الرابع في بطولة قطر الدولية 23. غرشوبة الهزاع the 2-year-old filly by world champion stallion Fadi Al Shegab out of Najman Monasconi granddaughter Zindia DHA. Shown only once during the 2019 Qatar National Show where she was placed fourth in the filly foal class. غرشوبة الهزاع فادي الشقب زندايا دي اتش اي. حد بيقول 100,000. Anyone says 100,000 you take this mare, you go to قطر show, تاخذ هالمهره وتدخل قطر بطوله قطر طبعا الدوليه.
100,000 ريال. Anyone says 100,000, 80,000, 80,000, 8,000 ريال. حد بيقول 8,000 ريال. 60,000. Anyone says 60,000, 60,000, 50,000. Let's say 50. 50,000 ريال. 50,000 ريال. 50,000 right there. 60,000 هناك. شكرا. 70,000. Anyone says 70 for this beautiful filly. حد بيقول 70,000 ريال. عندي حتى الآن 60,000 ريال في هذه الجهة. حد بيقول 70 70,000 ريال. 70,000 ريال. 65 طيب. 65. 65,000 ريال. 65,000 right there. 70,000. 70,000 ريال عند رقم 14. شكرا. حد بيقول 75 or 80,000 right there. 80,000 ريال. 90,000. عندي 80,000 ريال. 85. 85,000. Thank you. 90,000. 90,000 ريال. حد بيقول 90,000 ريال. 90,000. عندي حتى الآن 85,000 ريال لغرشوبة الهزاع بنت فادي الشقب، عندها مشاركة ومركز رابع في بطولة قطر المحلية. حد بيقول 5 أو نقول 90,000 ريال. 90,000. عندي 85,000 ريال حتى الآن. 90,000 ريال. 90 there. 90,000 right there. 95 أو 100. 100,000. 100,000. عندي حتى الآن 5 عندي 90,000 ريال. 95,000 ريال. 95,000 ريال. حد بيقول 100,000. 100,000. عندي 95,000 ريال هناك. 95,000 ريال هناك. 100 وتاخذها. 100 وتاخذها. عندي 95,000 ريال. عندي 95,000 ريال. I've got 95,000 right there. تقول 100. 100. I have 95,000 for غرشوبة الهزاع. 100,000 ريال. Thank you. عندي 100,000 ريال. I've got 100,000 for غرشوبة الهزاع. عندي 100,000 ريال لغرشوبة الهزاع. حد بيقول 105. 105. نبيع. نقول مبروك. I've got 100,000 right here. 100,000 ريال. حد يزيد. نقول مبروك. 100,000 ريال واحد. 100,000 twice. 100,000 for the last time. مبروك. Sold. Marwan Al-Shakab, he's been a jewel in the crown of Al-Shakab since he first showed Doha, when he confidently entered the arena and emerged victorious. Soon thereafter, he left his homeland to conquer the world and could نوماس يا سابقي نوماس يلي مزاياك مطلوبة صفرا خذت بالسباق القاس مضمرت بطن مكروبة قبع عزوم وقوية باس ما طبت السوق مجلوبة تمشي على دقة الأجراس خطواتها نوبة ونوبة خيالها متعب الأفراس يا كم عسف قبلها عوبة لا زمت المقدم المياس أعيش معاها بغيبوبة فيها من المترف الحساس عنقة وغيدة ورعبوبة انت شافها لو عديم احساس مشاعرها تلتفت صوبة طبعا نستكمل معاكم المزاد اللي عندنا الجواد الجاي اللي هو ربان الخور ولكن بعد الأذان Thank you.
طيب نبدأ مرة ثانية. زامل سلمنا عندي. يعطيكم العافية. شكرا للإخوان في الاستديو، يعطيهم العافية الإخوان زامل العتيبي والضيوف اللي معاه. ربان الخور الجواد القادم. ربان الخور الأب شجران الناصر، الأم سي إس خالدة. ربان الخور المركز الخامس فئة الأمهر عمر سنتين في بطولة قطر الدولية 29. المركز الثاني في بطولة قطر المحلية 22 لجمال الخيل العربية الأصيلة. والمركز الثاني في مهرجان الشقب 2019. Rabana Al-Khor, a four-year-old stallion by the beautiful Shagran Al-Nasser, out of a Kahil Al-Shegeb daughter, C.S. Khalida. He's placed second in the Qatar National Show as a yearling colt and second as a two-year-old colt at the Al-Shegeb Arabian Horse Festival. 5, 4, 3, 2, 1, 0. ربان الخور شقران الناصر سي اس خالده. حد بيقول 40,000؟ انوان سيز 40,000 فور ربان الناصر. انوان سيز 40,000 35,000 35,000. حد بيقول 35؟ 30,000 ريال. نقول 30. نقول 30 لربان الخور. 20,000 ليتس سي 20,000 رايت ذير. حد بيقول 25؟ 25 25,000. عندي 20,000 ريال. 25,000 رايت ذير. 25,000 ريال. مستعدون فادلين؟ نقول 30 عندك. عندي 30,000 ريال هنا. 30,000 ريال. 35 35. حد بيقول 35,000 ريال؟ I've got 30,000 right here. حد بيقول 35 35؟ I've got 30,000 35,000 right there. 35,000. عندي 35,000 ريال. حد بيقول 40 40؟ 40,000. Anyone said 40,000 40,000. عندي 35,000 ريال. I've got 35,000 for ربان الخور ابن شقران الناصر. حد بيقول 40؟ حد بيقول 40؟ 37 37. عندي 35,000 ريال. بينباع الحصان، بينباع الحصان. عندي 35,000 ريال. حد بيقول 37 37؟ Anyone said 37,000. I've got 35,000 فور ربان الخور. حتى الآن عندي 35,000 ريال حتى الآن عند ربان الخور. نقول مبروك، نبيع 5,000 once. 35,000 ريال. 2 35,000 for the last time. Sold. مبروك. ناصر، لنتحدث عن هذه الليلة. اليوم نحن في الحي الثقافي كتارا، وأيضا موجود عشاق ومحبي رياضة الآباء والأجداد، رياضة الفروسية وأيضا الخيل والليل. فهل ينطبق علينا الشعر الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم؟ طبعا احنا اليوم محظوظين للامانه في تواجد بالتواجد في مثل هذا المحفل وفي مثل هذا المهرجان الفريد من نوعه. ان شاء الله البدايه هنا في المزاد. والجميل ايضا انك تاخذ هالجواد او تاخذ المهره او الفحل من هذا المزاد وانت مسجل ومشارك ان شاء الله في بطوله كتارا، البطوله الوحيده من نوعها والاغلى والاقوى في العالم ان شاء الله، وفي نسختها الاولى. نقول بسم الله ونكمل مع الجواد الجاي. باهر الشقب نيكست هورس ان. باهر الشقب الأب كحيل الشقب، الأم فانيسا الشقب. باع
باهر الشقب المركز الأول في بطولة قطر السابعة للملاك الأهالي لجمال الخيل العربية الأصيلة، والمركز الثالث في مهرجان الشقب لجمال الخيل العربية 2019، المركز الخامس في بطولة قطر السابعة لجمال الخيل العربية للملاك الأهالي. Bahar Al-Shagab is a 70-year-old stallion by Kahil Al-Shagab out of a Padron's side granddaughter, Vanessa Al-Shagab. His victories include winning the 4 to 6-year-old stallion class at the Qatar Arabian Horse Show for individuals in 2019. Third in the 2019 Al-Shagab Arabian Horse Show Festivals for stallion 4 to 6 years old. 5, 4, 3, 2, 1. باهر الشقب، كحيل الشقب، وفانيسا الشقب، 7 سنوات أو 6 سنوات ونص لهذا الجواد. حد بيقول 30,000 ريال؟ أنا says 30,000 25,000 أنا gives it 25,000 ريال. Anyone says 30,000 لباهر الشقب 25,000 ريال عندي حتى الآن. حد بيقول 30,000 ريال 30,000 ريال هناك، شكرا. Anyone says 35 عندي حتى الآن 30,000 ريال 35,000 ريال 35,000 ريال 35,000 نقول 40 عندي هناك 35,000 ريال 35,000 ريال في هذه الجهة. نقول 40 37 37,000 thank you. نقول 40,000 ريال 40,000 ريال I've got 40,000 45,000 تبتسم أشوفك 42,000 عندي 40,000 ريال هناك حتى الآن. I've got 40,000 right there so far for باهر الشقب. عندي 40,000 ريال حتى الآن. حد بيقول 42 عندي حتى الآن 40,000 ريال عندي 40,000 I've got 40,000 right there for باهر الشقب. نبيع نقول مبروك 40,000 once 40,000 twice 42,000 where when 42,000 رقمك I don't see a number. 42,000. Thank you. 42,000 here. عند رقم 7. 45. حد بيقول 42 عندي حتى الآن 42. حد بيقول 45. I've got 42,000 right there. عندي 42,000 ريال حتى الآن لباهر الشقب. نقول مبروك. خلاص نبيع. باهر الشقب 42,000. 42,000 once. 40. 40 هي يا هي هاد 40,000 كان عندها 40,000 عندها 40,000 ريال هي هاد 40,000 حد بيقول 42 42,000 نبيع ب 40,000 ريال نبيع ب 40,000 ريال نقول مبروك 40,000 ريال واحد 40,000 ريال اثنين 40,000 ريال for the last time sold مبروك. Al-Adid Al-Shagab is perhaps the most famous straight Egyptian stallion in the world. A vision of classic type, Al-Adid is a living incarnation of the ideal Arabian stallion. Judges around the world consistently awarded him with perfect scores in type, and his many wins include the title of world champion stallion. Next horse. عزيز الحزم الأب براق العليا الأم رباب الوعب
عزيز الحزم حاصل على المركز الرابع في بطولة قطر المحلية، 23 لجمال الخيل العربية الأصيلة. Aziz Alhazm is a two-year-old colt by Barak Al Alia, who is the son of Ashal Al Rayan out of Rabab Al Wab. As a colt foal, he was placed fourth in the Qatar National Arabian Show. 5, 4, 3, 2, 1, 0. عزيز الحزم آخر الجياد في هذا المزاد من براق العليا ورباب الوعب أو رباب الوعب. حد بيقول 40,000، حد بيقول 40,000 ريال، حد بيعطيني 40,000 ريال. 35,000 حد بيقول 25,000 ريال، 25,000 ريال، حد بيقول 25,000 ريال. 25,000 anyone says 30,000 حد بيقول 30,000 ريال. عندي 25,000 ريال حتى الآن لعزيز الحزم. حد بيقول 27,000 عندي 25,000 ريال حتى الآن. 30,000 ريال. 30,000 so far. نقول 35، نقول 35 عندي 30,000 ريال. 35 وتاخذه. عندي حتى الآن 30,000 ريال. I've got 30,000 so far for عزيز الحزم. نقول 32,000. 32,000. Anyone says 35. عندي حتى الآن 32,000 ريال حتى الآن لعزيز الحزم بن براق العليا والأم رباب الوعب. نقول 35. نقول 35. عندي حتى الآن 32,000 ريال. تاخذ الحصان أو تاخذ هل فلو وتدخل تدخل بطولة كتارة. حتى الآن عندي 32,000 ريال. 32,000 for the last horse in كتارة أوكشن، لآخر جواد في مزاد كتارة في نسخته الأولى. 32,000 ريال. 1 32,000 twice. 32,000 for the last time. Not sold. يعطيكم العافية. Thank you guys. يعطيكم العافية واسمحوا لنا على القصور، وإن شاء الله دائما في تألق من تقدم إلى تقدم إن شاء الله. Thank you guys. زامل والإخوان في الاستديو عندكم الكلمة.